لو انتي اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك للقناه وتعملي لايك، السلام ويا رب عليكم، الفيديو ازيكم يا يعجبكم. بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده عامله لكم فيديو بسيط كده لخمس نصايح لسد الشهية. تابعوني وان شاء الله تستفادوا من النصايح دي. شرب الميه، شايفه الميه ما تسيبهاش من ايديا. انت كمان لازم يكون عندك ازازه ميه خاصه بيكي، اللي هو تشربي منها طول اليوم، طول ما انت في البيت او انت بره البيت. الميه عليها عامل اساس كبير جدا في نزول الوزن، ودي نصيحه مني ليكي ان انت الميه اوعي تفرطي فيها. بجد يا جماعه الميه سحر في نزول الوزن. تاني نصيحه يا بنات هي ان انت تكون وجبه الغداء بتاعتك تكون كامله من كل العناصر الاساسيه، اللي هي الدهون الصحيه والالياف والبروتين والخضار. الالياف الدهون الصحيه قصدي بيها اللي هي موجوده في السمك والبيض واللوز والفول السوداني والمكسرات عامه، بس دول اكتر حاجه مفيدين فيهم، اللوز والفول السوداني والسمك والبروتين والنشويات. طبعا البروتين سمك، لحمه، فراخ، الحاجات دي في طبعا تعملوها في الفرن او مسلوق او مشوي. بعد كده بنيت النشويات، ابعدي عن اي حاجه دهون بيضه لانها بتعلي سكر الدم، وده بيخليكي تجوعي بعدها بشويه وتحسي ان انت جعانه بعدها بشويه، مع ان انت لسه واكله، بس عشان الدقيق الابيض بيعلي سكر الدم. والالياف موجوده في الخضار وفي الفاكهه. تمام. تاني نصيحة ليا، تاني تالت نصيحة ليا ليكي هي ان انت تنامي بدري وتصحي بدري. ده عامل اساسي جدا في نزول الوزن، ان انت تنامي بدري وتصحي بدري، لان انت لما تنامي بدري وتصحي الصبح بدري كده تحسي انت نشيطه وعايزه تعملي رياضه وي وي والكلام ده، وبالليل تحسي انت عايزه تنامي وممكن تكوني مش عايزه تتعشي اساسا لان انت كلها. رابع نصيحة بنات ان انتوا تجيبوا اللبان اللي هو خالي من السكر وتاكلوا منه طول اليوم، ده بيعمل تمارين لعضلات الوش وبحسك ان انتي شبعانة. خامس نصيحة بنات ليا ليكي ان انتي تتمرني على الاقل ساعة في اليوم، ده بيساعد جدا في سد الشهية وان انتي تحفزي اكتر. وتجيبوا برضو يا بنات النعناع ده اللي هو الفريش البلدي العادي، تجيبيه وتشميه كده تحسي ان انتي فريش ومخك كده فريش ومش محتاجة ان انتي تاكلي كل ما تجوعي يعني. بس واتمنى ان انتوا تعملوا النصايح دي واكون في التوكو. واي سؤال سيبولي في الكومنتات وانا هرد عليكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.